السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان في داخل مصر وخارجها. كل عام وانتم طيبين جميعا، وعيد مبارك عليكم وعلى كل الأحباب إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. النهاردة معانا جاموسة هيت لحم. بسم الله ما شاء الله، هيت جاموسة لحم من المال الحلو بأمر الله. يعني بسم الله ما شاء الله، اللي عايز بقى يضحي ممكن سبعة يخشوا فيها يضحوا بحق عجل لحم. بسم الله ما شاء الله، جاموسة طبعا هي قافلة طبعا أكيد يعني. بسم الله ما شاء الله، الأكل اهوت العلفة هيت تبن اهوت بلدي على تبن فاصوليا على دريس على كده. طبعا ما فيش درسة دلوقتي، طبعا الناس لسه بتزرع ذرة. يعني الأكلة ما شاء الله، العلفة ما شاء الله، اللي عايزها بالكيلو ماشي، اللي عايزها بالبيع وشراء ماشي. التواصل الاستفسار على رقم واتس ومكالمات 03-1-4-8-9-2-5-9-8 03-1-4-8-9-2-5-9-8. العنوان مركز الباجور محافظة المنوفية، العنوان مركز الباجور محافظة المنوفية، تحت أمر أي حد إن شاء الله. اللي طبعا لسه ما حجزش الضحية بقى أو كده حاجة هيت هتبقى بحق عجل لحم، مش هتكمل حق عجل لحم كمان، عجل خفيف ولا حاجة. وطبعا بالكيلو ماشي، بيع وشراء ماشي. طبعا دي حاجة تقيلة ما شاء الله، يعني العجل مثلا يبقى 400 كيلو، انما دي حاجة معدية، 400 كيلو، 450 كيلو، دي معدية طبعا ما شاء الله. وأطعم حتة لحمة برضو يا جماعة، الحاجة يعني الحاجة اللي جارحة كذا مرة قبل كده، أطعم حتة لحمة، لأن بتبقى لحمة مستوية مكبسة. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. بنأكد تاني على عنوان مركز الباجور محافظة المنوفية، رقم التليفون للتواصل 03-1-4-8-9-2-5-9-8. موجود يا جماعة برضو، اللي محتاج أي خرفان أي مئيز أي عجول ضحية موجود، في برضو فحل إن شاء الله موجود يعني، وأي حاجة موجودة يعني إن شاء الله بأمر الله. طبعا ده مش تجارة، دي حاجة عنيتنا احنا يعني، ما بنتاجرش، للمعرفة بس. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله وحفظه.